أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. أعلن عضو المجلس الرئاسي المقاطع للقطراني وعضو المجلس المنسحب فتحي المجبري الاثنين انسحاب أخي برقة من اتفاق الصخيرات. وأعز القطراني والمجبري في بيان لهما هذا الانسحاب إلى الانسداد الحاصل في المشهد السياسي وتوغل وسيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس وفق قولهم. ودعا عضو الرئاسي المقترح المنسحبان أعضاء مجلس النواب عن برقة ومشائخ وحكماء وزعائم القبائل ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء لاجتماع يوم الخميس القادم في مدينة بنغازي لاتخاذ بعض القرارات تتعلق بالاتفاق السياسي وما وصفوها بحقوق إقليم برقة. أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده لمخرجات مؤتمر باريس الذي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيرا إلى أن زيارته لليبيا جاءت للتذكير بتلك الالتزامات المتفق عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع لودريان بوزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد السيالة بالعاصمة طرابلس الاثنين. وأكد الوزير الفرنسي دعم بلاده للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وأن تدار من قبل السلطات الشرعية بحسب قوله، مشيرا إن كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة السياسية وذلك بإجراء انتخابات، منوها في الوقت ذاته بأن بلاده ستواصل مراقبتها لكل من يعرقل المسار السياسي. قال عضو لجنة الحوار السياسي في مصراتة فتحي باشاغا أن زيارة لودريان والوفد المرافق له إلى مصراتة تأتي في إطار الدفع بالجهود السياسية، موضحا أن اجتماع لودريان مع المسؤولين بالمدينة تمحور حول الاستفتاء على الدستور والإصلاح الاقتصادي وتوحيد مؤسسة الجيش والانتخابات التشريعية والرئاسية بعد إقرار الدستور. وأكد باشاغا عبر صفحته على موقع فيسبوك أن وزير الخارجية الفرنسي وجه لممثلي المدينة المنتخبين دعوة لزيارة فرنسا مؤكدا الموافقة على الدعوة بالترحيب على أن يحدد تاريخها في الأيام القادمة. قالت قوة حماية وتأمين سرت أن وحدات تابعة لها توجهت إلى جنوب المدينة وأقامت دوريات ثابتة ومتحركة بحثا عن العصابة التي خطفت القاضي عبد السلام السنوسي ووكيل نيابة إسماعيل عبد السلام من محكمة ودان الجزئية صباح الأحد. وأوضحت القوة أن عناصرها توجهت إلى جنوب مدينة سرت بالتعاون مع مديرية أمن المدينة بعد ورود معلومات عن توجه الخاطفين إلى سرت، مؤكدة أن التحريات ما زالت مستمرة حتى الآن للبحث عن العصابة المسلحة والمخطوفين. أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط للحد من عمليات تهريب الوقود تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي. جاء ذلك في الاجتماع الذي أقيم الأحد بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه شركة البريغا لتسويق النفط وتعدد مجالس الإدارة كشركات لتوزيع الوقود، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل شركة البريغا. وتم الاتفاق على وضع آلية لتسديد الديون المستحقة لصالح شركة البريغا وذلك بجدولتها بين شركة وشركات التوزيع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.